بالنسبة لأخبار المحافظات، في بني سويف تم الإعلان عن بدء التقديم إلكترونيا لرياض الأطفال وأولى ابتدائي في الأول من يونيو. أما في المنيا فالشوان والصوامع هناك بتواصل استقبال محصول القمح، تم توريد 302,185 طن منذ بدء هذا الموسم. أما في كفر الشيخ فتم توزيع 2 طن لحوم من صكوك الأوقاف على الأسر المستحقة. وفي دمياط تم إجراء الكشف الطبي المجاني على 1,282 مواطن ضمن قافلة طبية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في بني سويف أعلنت المحافظة عن موعد التقديم إلكترونياً لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل، والتي من المقرر أن تبدأ في الفترة من 1 ل 30 يونيو الشهر المقبل من خلال التطبيق الإلكتروني على بوابة مركز المعلومات بالوزارة. في المنيا أكدت المحافظة استقبال الشوان والصوامع محصول القمح لموسم حصاد 2024، وتم توريد 302,158 طن من الأقماح منذ بدء الموسم، وده من خلال 42 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة عن توزيع طنين من لحوم صكوك إطعام الأوقاف بمراكز كفر الشيخ ودسوق وسيدي سالم وقلين ومطوبس وفوة ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع. في الدقهلية نظمت المحافظة احتفالية تسليم تأشيرات وتذاكر الحج لحجاج الجمعيات الأهلية للفائزين ببعثة الحج التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وسلمت المحافظة 355 حاج وثمان مشرفين تذاكر وتأشيرات الحج. في دمياط أعلنت مديرية الصحة أنه تم إطلاق قافلة بقرية أبو عدوى بمركز كفر سعد خلال يومين ضمن خطة شهر مايو الجاري، تضمنت 11 عيادة بعدد 9 تخصصات طبية، وتردد عليها 1,282 مواطن تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان. في بورسعيد أعلنت مدينة بورفؤاد بدء تشغيل خط بورسعيد مدينة سلام مصر بداية من اليوم الاثنين في إطار الخطوات التنفيذية لتعمير المدينة الجديدة وتزويدها بكافة الخدمات اللي بتساهم في التيسير على المواطنين، وهيبدأ خط سير الخط الجديد من ميناء بورسعيد البري الجديد بنطاق حي الضواحي مروراً بأنفاق بورسعيد 3 يوليو وترعة السلام وطريق القرى والطريق الدولي الساحلي وصولاً لمدينة سلام.